بسم الله الرحمن الرحيم. من شوفت وانا مارق خام النخلة بالسيف في الغمام، ذو الايام اللي اخذت ايام من شوف النخلة، ما نخلة غير اثري اللي شفت بهم ضام مع شوف النخلة نخلة، ذاك الوكر العزوضة نيت الهم الشوري ما يخلة، وجايبها من جيت بوليت وله جايبها من لخلة. الهرش انقيطي قد البير مذكور خلاه وفيها خير، ويقدم من الحية والجير يخلة، ويقدم من النخلة يخلة، وولد آدم يا غير جميع اللي حق من لخلة، ما يخلى بعد من دويرات سلمة فنتير وفي النخلة واوتوات والسابق ما فات خلى من هذا ما يخلى. عرفت اليوم ان المصير الفنا من عدل البصير، اللي جيت مخوشة من العصير انتين وقصير النخلة، واللي شفت انتين وقصير النخلة من الاغلال خلى، وانا نعرف الاغلال الزمان انتين منهم ما يخلى، وقصير النخلة منهم كان ما يخلى غير الخلق خلى. اثلت اطلع بينهم دم ولاهم منات عم، يجابروا فثلاثة ويذهبوا فثلاثة ويشاوفوا فثلاثة. شكرا لكم فوق المعانا وفي ذا القمر عمرو معانا. الحمد لله حمدان يجعلني عن غير حمدان، والشكر لما ولانا من الافضال مولانا، وصل على رسول سانها سلامها قاعد لها بين صادها ولامها. اما بعد، وحد في بلده قد يعيش سعده، أيها السادة والسيدات التركب البركة والطافلات والكلات والشركة، أيها المشاهدون في الأرياف والمدون، مرحبا بكم السالة في حلقة جديدة ومباشرة من برنامج جابت الشبكة. الليلة لينا خبطوا جنب الكحلة، فآخر ظهر منها اللي هو عضال، اللي هو طبعا كحال بيجي، اللي هو بتيت هذه الجنبة، والبتيت تنقال الظهر وتنقال للبت اللي نحكي فيه. الظهر اللي هو بحر زوان، والبت اللي هو بحر الشعر بحر الغنى. بالنسبة لعضال، تسميتها عضال كنت شاك عنها، لا صنهاجية بها اللي بادئ بأ وفيها حرف الله تعود عضال والله شيء، وجبرت في بعض المراجع عنها مقبولة أنها أصلها عربي، أن عضال معناها الكتاف المتين وتوف، ربما قريش العضال والله الكتاف من وراء الظهر يتواوع عضال المولاه مثلا، كانوا عضال كانوا الكتاف المتين. مدلوله في ذا المقام ربما هو عضال، هو المناسب لمقام الحزن، مقام الذكريات، مقام التشباش، فربما هذا الحزن اللي يطغى عادة على حد يصنت لهذا المقام عود هو عود كان يشبه بالكتاف المتين اللي مكتف ملاح عن الحركة، ربما إذا تعود مشتقة من ذلك. وطبعا عضال قلنا عنه هو كحال بيجي، وبيجي مقبوض قالوا عنه أيضا من العربية، وعنه تصغير الباقي الباقي البويجي، كان هو آخر اللي ينخبط في هذه الجانبة تقريبا، فهو سمية من هذا. ومنين يعود هذا دقيق؟ يعود هذا الظهر قاعة كامل اللي قالوا البتيت، يعود ربما خلق اللامع مجي بني حسان مع التعريب مع طغيان الحسان من فتعته، هي اللغة المتكلمة هون. بالتالي منين نخرصوا مثلا نجبروا عن عضال هو بتيت هذه الجانبة، ونجبروا الاعتيق هو بتيت الجانبة البيضة، والاعتيق من العتيق واضح أنه عربي، ونجبروا عن البيق المخالف وهو بتيت الجانبة الجنيدية، معناها عن البتيت بصورة عامة نخبط اللاعق مجي بني حسان. إذا يقبضنا منين نقبضوا الاسم كمدلول على تاريخ اللي كان مثلا هي اللغه تقد تسهدينا على اينت هذا الشيء سميه، فاي شيء مسمي بالعربيه بالحسانيه، الحسانيه الاصلها عربي معناها انه جاي، معناها انه خلق والله جاء والله وعدل عاقب من بني حسان، واللي مسمي اسم صنهاج والله اسم قديم ربما يعود ذاك معناها انه كان موجود سابق من بني حسان. هذا لا تقريبي وتم، ما نعرفش يقولوا عنه دارسين علم الاجتماع وهذا النوع من العلوم. أراني بإمكان السادة المشاهدين طبعا هم يتصلوا علينا على الأرقام اللي تظهر تباعا. بالنسبة للبتيت اللي شاهدين أخباره الليلة، لأن قبضوا غرض ينقالوا النسيب، وهذا الغرض هو أكثر الأغراض دوران في الشعر الحسانية، أكثر شيء أبدعوا فيه الحسانيين فأبدع فيه شعراء المغنيين هو غرض النسيب. طبعا من تخلي غرض المدح، لان المدح طبعا عاده قاعد هو الاكثر في الشعر وفي الغنى به له طويل، يغير من حيث التنوع، من حيث كثره الطلع وكثره تطلع اساسا تجبر النسيب، واكثر شيء ابدع فيه الموريتانيين.
النسير طبعا كلمة عربية فصيحة وموجودة في العربية وعندها مدلول أيضا في 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 في, في الشعر. يا غير النسيب في العربية أوسع هو من النسيب عندنا احنا، لأنه مثلا يقول لك عن أنسب بيت قالته العرب أنه بيتات جرير ذوك، إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحين قتلانا، يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا. وهذه البيتات اللي تحول مشور حسانية وتديرهم مثلا في طالعة من البتيت ما تقدر تحكيها بها اللي يعد غزل صريح اللي فيه العيون وفيه الحور وفيه هذا النوع من الذكر. هذا ما هذا ما هو النسيب، النسيب عندنا احنا ما الله يعود فيه، ما يعود فيه هذا. عبد الله بن نواكشوط تفضل. عبد الله بن نواكشوط. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وسهلا. تمشي حالك من لباس. تبارك الله ما شاء الله، مرحبا وسهلا. تمشي حالك من لباس. ما شاء الله، ايش حالك انت؟ تفضل. حق الليلة شنو؟ ليلة النسيب. حد عنده شيء في النسيب؟ والله عنده سؤال مالي في الحسانية والله في الغناء والله في أي شيء، تفضل. إيه ذاك زين ذاك زين. أنا اللي متابع، أنا كيساك أنا قلت هذا إن حلقات عن التفساق متتالية. لا يؤثر من جوانب، كل مرة أنا خبطوا جانبه وأنتو. تنويع مولي ياك ما. ايوه شكرا. طيب راي ثنا انشاءات مخرص. ايوه شكرا جزيلا، شكرا على الاتصال، مرحبا بك. اذا النسيب في العربيه قلت لك انه اوسع منه في الحسانيه، لان العربيه تن هما دائما تعبيرهم وذا وكلامهم مسموح له باطل، ربما اللي ما هو مسموح له الحسن الحسانيه مضايق عليها شوي نظرا لي انا مراقبه حتى. إذا قاع ما ماني ضده قاع، غير تو أنا نتكلم عن تشخيص المسألة معينة عن النسيب، أنهم حرجوا عليه حتى ينعاد ما يمكن ما يلا ويذكر فيه أي شيء لا يحوله من نسيب إلى غزل. فكان الغزل ما هو اللي يختاره؟ يختاروا دائما إلا النسيب، لا شيء مطابق، لا شيء ما فيه ذكر شيء لا يعود ما يبغوه. إذا النسيب سابقا عرفوا بالحسانية، لين عرف شيء أوسع منه شوي، كان هو جزء من كل. بيالي ياسم الناس تخاف عليها النسيب مع أغراض أخرى بس اللي نشوفها. هو النسيب جزء من شيء قالوا الارتباط بالأماكن. سعداوي؟ سعداوي من منين؟ سعداوي من نواكشوط تفضل. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نواكشوط. مرحبا بيك. كيف حالك؟ ما شاء الله الحمد لله. ياك لباس. ما شاء الله تفضل. لك انا بعد شاكرك على البرنامج والله اللي زين مفصول فيه. يعطيك العافيه، جزاك الله خيرا، شكرا شكرا على الاتصال. اذا النسيب قلت لك سابقا نعرف النسيب كجزء من كل، نعرف الكل بعد قاع خال شيء قالوا الارتباط بالمكان. الارتباط بالمكان هو تعرف عنه الباديه انهم مد رحال، شيء من الناس ينزل في ليده ويعطيها فتره عقب يتحول عنها، يلود للمرعى، يلود للكلى، يلود للرتعة والماء. الرتعة والماء هم أساساً اللي يلود لهم. نجبر اللالمة في بليدة ما فيها رتعة لابد أن يرفد عنها عقب، ونجبر مالي الرتعة ما فيها الماء عقب يرفد عنها مالي. إذن هناك تلواد اللي هو قالوا الديارة، حد تنقالوا التبوة، حد مبوه يبوه البليدة وما يتحود مشكورة لهم يتحولوا شوارها. إذن هم لا ينزلوا خيمة والله خيمتين والله ثلاثة والله فريق، لا ينزل معناه لا يعمر هذه الأرض فترة من الزمن، لا هي يبنوا الخيام ولا هي يعدلوا زرايب الغنم وزرايب ربما للغو والله للعجول والله، ويعدلوا ربق مولي خالق ربق اللغو ربق العجول مولي، ولا هي يديروا دواريك ولا هي يجهزوا النار ينقداوا نارين، نار للمرجن ونار نار للحيوان يسخن عليه لعاد الشتاء، ويجي لهم يتحكى عليه ويجي عنه تجي عنه يتيت ومالي العاد اللي الارض فيها يتيت وفيها الهوام وهاي الامور. فاذا منين اللي عاقب ذا هاي الارض هاي الدار اللي هي هذا المنزل، هو المنزل هو جديد دار ما حد ناس فيها قالها المنزل، من يرفض عنه قالها الدار. هذا المنزل اللي هو لا يعطوا فيه شهر والله شهرين لين ياكلوا ريت ذاك المكان ذاك ويتحولوا شهر بريد اخرى. ايش لا يبقى في ذا المكان اللي هو لا يبقى بلد الحصيره، لا يعطي فتره طويله بيه ما ينبت.
ولا هي بقى بلاد النيران اغرياط قداو من النيران لا يبقى في بلادات ولا هي بقى زرايب تقريبا ولا هي بقى شي قالوا النقله والله العلاقه شي مات لحد ما تا يقدوا يستخدموا استخدام اخر كيف مرجان انقعر والله قدحة دقدقت والله شي من الدرابيل مثلا باقي من الخيمه والله من الكفيه والله شي من الجلود مثلا مزارقه على رصاص دار والله هذا لا يبقى هاي تحكموا الدار هذا لا يبقى مولي لا يبقى اسر من الذكريات في الدار نفسها ها المختار مختار ناقشو تفضل تفضل مختار اذا لا يتبقى بل من كان هما نازلين لا يبقى يعودين قالوا الدار فالدار في المفهوم القديم ما تنقال الدار اللي معموره حالا اللي فيها الناس كيف اللي موجود في الدشره الدشره نقولوا دارها لفلان ودارها لفلان هاي اللي فيها الناس الدار في الباديه معناها الخلاء معناها البلاد اللي كانت اصلا مسكونه كانت معموره غير مثل فيها احد معناها كان فيها منزل ونهدوا عن وهله عاد الدار ودار تجمع على ديارات وتجمع على ديار وتسقر على دويره يقعد حد تسقر للتحبب والله لان دويره اللي ما يلاحق مثلا كسيب والله عزيب والله دويره ما عطاه فيها حد ياسر من الزمن فتسقر لهذا يقول مثلا محمد احمد يورا اللي هو شاعر النسيب الاوليك انطلاقا من معايير هذا الجواحي بن سلام اللي هو اول لوفرة شعره ثانيا لجودة شعره فهناك الوفرة وهناك الجودة يقول دويرة تنوكت في الأقصار دويرة تنقاس وتنزار والدار اللي قبلت عمار فوق تقليل تعلب بدوك ليك الدار يفوت الأعمار والعقل من غلاها مضنوك وعالم ولانا عنها دار من ديارات الدنيا ذوك فذكر دويرة مصغرة دويرة تنوكت في الأقصار دويرة تنقاس وتنزار وهي الزيارة هنا مفهومها أصلا زيارة مفهومها ديني زيارة الصالحين زيارة غير مرعيات تعود عندها مفهوم غزلي كيف يقول مغني الآخر هاي دار من توديك ودار الشلحية ينزاروا فخارج نوع من الزيارة كمفهوم غزلي إذا أنا دوير تنوكت في الأقصار دوير تنقاس وتنزار والدار كبر هنا صار الدار اللي قبلت عمار فوق تقيلي لتعب بدوك ليك الدار وعلق عليها دوير اللي أعطاها لا تفريتين والدار أعطاها للآخر كامل والدار اللي قبلت عمار فوق تقيلي لتعب بدوك زاد في نعتها وفي تحديد مكانها يك الدار يفوت الأعمار والعقل من غلاها ما الظنوك على الملان عنا دار من ديار الدنوك فهذا هي الدار والديارات الدار والديارات هذه قبضت من الشاعر الحساني قبضت تقريبا ثلثين من النسيب لا الديار والديارات والنسيب قلت لك عنه قابض أيضا جل اللغنة ياسر من اللغنة الدار قلت لك عنه إيش لا يبقى فيها وهذا هو الحشيش اللي كان من شرفه فوق الحصيرة هذا بالرماد النيران وهذا شيء من الدرابيل هذا شيء من الجلود هذا بل من كان وهذا كذا يبقى شيء مادي قدر من الأمور المادية غير ما يبقى ياسر من شيء معنوي هاي الدار قط إجبار حد فيها تمونك فيها قط إجبار فيها قط إجبار فيها شيء مونك قط عنده معها ذكريات عنده معها ارتباط ذيك ذكريات وذاك الارتباط هو اللي ينقال له التفقات بالحسانية لأن ذكريات تقريبا أعتقد أنها بالعربية جديدة بينما الناس الأولى كانوا يقولوا التفقات كيف يقولوا أحمد يورا علاش نعوده موضع قاد في جيني زرق التفقات وهون نختار نبع عن هاي زرق التفقات انها غريبة بها مثل الزين ومثل البلاغة لان هي زرق التفقات هاي استعارة مكنية هو الحسانية من يجعد يخرصها يفتش يجبر فيها الاستعارة يجبر فيها تشبيه الزين يجبر فيها الكناية قلي النوع والمحسنات قاعد البديعية والمعنوية هي الياسرة بديعية ولا فقلي النوع من البلاغة ما تراه في الحسانية غير قالك لا تفتش وتوت وتعرفها فعلاش نعود في موضع قاد فيه جيني زرق التفقاد زرق عنده يوصل المعاني في الحسانية يغير المقصود هون هو المعنى المتعلق بالمدافع فالعمارة مثلا الرصاصة منين اللي تخبط من المدفع بل منين اللي توصل هو زرق رصاص اللي هو مدى رصاصة وكل مدفع طبعا عنده مدى ما هو اللي عند الآخر فمدى كل رصاصة هو بل زرقها فزرق التفقاد هون شنو هنا يقول حدهم ترجموا بلاغي يعني يقول شبه التفقاد اللي هو الذكرى اللي هو
اتصار الالم والحزم في داخل الانسان في قلب الرقاج شبهه بالرصاصه، رصاصه تقذف في القلب، وهي ذكريات وهذا التفقاد يقذف اللي في القلب. الرصاصه خطيره على القلب، وهذا ملي نوع من التفقاد خطير على القلب. فهذه هي العلاقه بين الرصاصه وبين التفقاد. ينقال شبه التفقاد برصاصه بجامع قوه الاصابه وتعيين القلب بهم الثنتين، ثم حذف المشبه به اللي هو الرصاصه واستعاض عنه بلازم لوازمه اللي هو الزرق، وصرح بالمشبه اللي هو التفقاد على سبيل الاستعاره المكنيه. عبد الله بن نوكشو تفضل. تفضل عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ايوه لما نبغي في البرنامج ما شاركت. ايوه نعطيك سؤال والله تعطيني سؤال. شريك طلع. ها؟ والله قول. احكي. لا نحكي ليك طلع. والله سمعها لي شو. سبحانك الحي المتين من دغفك الاقراق الاثنين. والله. عبيد الرحمن السنتين ما اله الا قطع شبرين ما جبت عليهم. عبيد الرحمن السنتين. والله مرجع زين لخيام نمزه التذكره. ها. لشان ظهر كسيره. هيه فهم الله لا اله الا قطع شبرين ما شفت عليهم مديره. والله. والله مرجع زين لخيام نمزه التذكيره وهذا بالرماد النيران دار معان والعميره. وهذا هو الحسين كان من شعب فوق الحصار. هذه من قايلها؟ وهذا الحسين كان من الشعب فوق الحصار. الله ايوه توف هذا ربان؟ ما يوجد؟ هذا ربان ايوه انا كنت شاك عنه واحد اخر فعلا. اذا هذه طالعه من النسيب الزين. اذا هو متصل فيه. هو شكون اتصال؟ قلت لك عن هذا التفقاد هو اللي يأثر في الشاعر إلين يخليه يقول النسيب. ليس نقول لك عن هناك عدة عوامل تجعل الإنسان يرتبط بمكان ما هي إلا هاي اللي تؤدي للنسيب. هاي العوامل اللي تجعل الإنسان يرتبط بمكان يبغي هذا البلد، لماذا يبغيه؟ يا إما عنده معاه ذكريات الصغر اللي هو الصغر البريء اللي هو حد قبل من 14 سنة تقريبا عود بليده كبر في ربى فيها عقل فيها يعرف فيها جدود ويعرف فيها أخوال ويعرف فيها أهله، عنده معه مجموعة من الذكريات. هاي قالوا الصغر البريء. هذا قد حد من هنا حاجة يكبر ويقول عليه شيء من لغنة ما يعود نسيب هاي الحالة، لأن علاقته به ما هي العلاقة اللي خاصة اللي عين عليها. قد حد مثلا يبغي بليده ذيك ساعة ما حد من الشباب يقرأوا في المحاضر محاضرة ترفد من بليده لبليده تو عندك ذكريات فأنت تبغيها لأنك قط قريت هون ولا قط عندك معها ذكرى من نوع آخر. هناك مثلا بعض الديارات تعود الدويره مثلا قالها دويره توانقاله ولا دويره اللي قط انتحرت فيها الناقه الفلانيه وشبع فيها رقاج مثلا، هذا ايضا نوع من الارتباط بالمكان يجعلوا دي دويره توانقاله ما ينساها ومن يخطو عليها ربما تفرز المعده شي من الانزيمات ويحجلوا عنه قط شبع هون. غير هذا ينقال له باغي الكرش، وهذا ما يقعد نسيب حتى وين ذكر هذه دويره توانقاله ولا اللي غنى عليها ما هو نسيب. النسيب صار شنو؟ النسيب ما هو كامل. مثلا نقول في دويره توانقاله ذا العلبان نبغيه ماني قاع في حاله به اللي باط عليه دويره توانقاله، هذا الكرش ما هو النسيب. ذا النسيب اذا هو الارتباط الخاص بالمكان، هذيك الخاص تحت خط. احنا طبعا نختار ونفهمه ذا ونشرحه، غير ما نشرحه لا بشي قد يشرح فيه لا بالديمين مثلا وشي بالطاوله. اذا الارتباط بالمكان لما كان هذا هو النسيب. ما هو الارتباط بالمكان لان حد يعرف فيه والديه ولا يعرف فيه الناس متعدله والله قط زار فيه الصالحين والله قط عدل فيه شيء، هذا ما هو ارتباط. ما هو الارتباط عين عليه؟ ما هو لانه قط قرا فيه مثلا هيك ارتباط؟ ما هو العين عليه؟ ما هو النسيب؟ ما هو لانه قط اشبع فيه والله قط شبع فيه وكله زين والله شربه زين؟ فهناك علاقه بالمكان خاصه هي اللي تجعل حد يكتب عن هذا المكان يعود قال نسيب. يقول مثلا والكعباش يقول
يا زميلي تلقطوا طراعيك عاقب نعمك ذاك ومليك نعمك متعدل واهاليك حالتهم كانت مضبوطه غير عليان المغليك انت يا زميلي تلقطوطه موطه شفت منها فعطيب تتمشى توطه ما توطه عنده البيطات في الكسيب عندك يا زميلي تلقطوطه. اذا هي زميلة تلقطوطه هذه مكان جميل فيه المرعى وفيه المرتع وفيه الضايع مليك تقصد الماء فالماء موجود والخضار وبيئه زينه غير هذا ما هو المغلي عليه هذا المكان مغلي عليه اللي قال عنه شاف حد يوطى ما يوطى قدام خيمة واحدين هذا هو اللي غلى عليه هذا المكان. هالصة هون اذكر السبب اللي غلى عليه هذا المكان لو الاخرين لا يكنوا عن ذاك السبب ويكنوا عن ذاك الطرف الثاني ولا يذكر في الغنى ويعود هو النسيب. هاي الطلعة تقترب من تعود غزل عند معيار الناس الأولى تقترب من الغزل لأن فيها فيها منها في عطيب وفيها توطى ما توطى هذول الكلمتين يجعلوها تقترب من 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 الغزل عندهم عن النسيب لأن هو قلت لك النسيب مهيشين وحتى ومقيدين وحتى. فهون الصلاة نقول لكم عن الحدث اللي هو أي رواية خلقت عندها خمس عناصر أي شيء خلق عنده خمس عناصر خلق الصلاة شنو يعملوا شوفان حد الحين كانوا يغير ظهر لي عن الناس الدور تعود لا فهمته كامل شوفان حد كلام مع حد تواطية مثلا شاف أحد تام صفات قد حط صفات حد مثلا وقفه شاف أحد إلى آخره. هذا هو الحدث هاي رواية خلقت لها طرفان شاعر وحد آخر وفيها مكان وفيها زمان. إذا المكان والزمان والشاعر والطرف الثاني وذا اللي خلق خمس عناصر لا نشوفه باسم الحال تكونوا الصورة اللي تعدل النسيب. أيها السادة والسيدات يعني طلعوا فاصلة شوي ونقول لكم تموا معانا. من أي مرجان يا رب العرش مرجانه تبدو لعينيك في تركيب إنسانه أمسى بها القلب مفتونا وكان أبا على الفواتين لم تفتن فتانه لما بدت تتهادى في خرائدها تثني معاطفها خرعوبة البانة قالوا شمسا ترى تمشي فقلت لهم ترون إنسانة كالشمس حسانة لما رأتني من فرط الغرام بها بعد رعواي عميد القلب حيرانة قالت حافرة من بعد زاجرة من علم ما شان ذا التقوى وما الزانة من أي مرجان رب العرش مرجانه تبدو لعينيك في تركيب إنسانه أمسى بها القلب مفتونا وكان أبا على الفواتين لم تفتن فتانه لما بدت تتهادى في خرائدها تثني معاطفها خرعوبة البانه قالوا شمسا ترى تمشي فقلت لهم ترون إنسانة كالشمس حسانه لما رأتني من فرط الغرام بها بعد رعواي عميد القلب حيرانه قالت حافرة من بعد زاجرة من علم ما شان ذا التقوى وما زانه فقلت لا تعجبي من أمر خالقنا أتعجبين من أمر الله سبحانه قالت فسبحان فعال بلا غرض لما يريد بنا قلنا وسعدانه قالت فهل لك في حسن التخلص مما دان قيس إلى ما المصطفى دانه فقلت فيها أشد الهل لي ولمن لم يعلم الله وقبل الكون خذلانه إني رضيت به دينا عسى به غدا أحاضر في الفردوس رضوانه إني رضيت به دينا عسى به غدا أجاور في الفردوس رضوانه دين حنيف محل ماحي به وعفى آثار من كان في خسر وديانه دين له جعل الله الحياة خلقا به كساولي يا الله أزيانه دين شريف أتانا من سعادتنا آت به حمد الكونان إتيانه محمد خير مبعوث أقام على ما يدعيه من أمر الله برهانه وخير من قد نفت عنه أمانته وصدق الكذب والكتمان والخانة وخير من محض المولى عبادته وخير من دان دين الله ديانه وخير من شام لله السيوف ومن نمى القتود على وجنها عرانه يا ربي صل وسلم دائما أبدا ما حل أعراض هذا الكون أعيانه أزكى صلاة وتسليم على قمر بدر به قد نار الله أكوانه. أيها السادة والسيدات معكم السلف الجزء الثاني من جهة الشبكة. قلت لك عن رواية خلقت كاملة عن عندها خمس عناصر اللي هي ذا اللي خلق يسوى قلت لك عنه كلام ويسوى شوفه يسوى شيء واللي هو الشاعر والطرف الآخر واللي هو المكان والزمان
هي الخمس عناصر. هي الخمس عناصر اللي تذكر الخمسه يعود اللي قال غزل، ومن يذكر منها الاربعه يعود تنازع بين الغزل والنسيب، ومن يذكر منها ثلاثه تعود نسيب. هذا كيفاش؟ هون عندي زميله القطوطه راعيك عاقب نعمك ذاك ومليك، عندي المكان زميله القطوطه عاقب نعمك ذاك ومليك، هذه عاقب تفيد الزمان، وان كان هو دائما كيف قلت لك هو المكان قبل حيز كبير في الغنى، لان المكان الانسان دائما اكثر ارتباط بالمكان من الزمان، لان المكان اللي هي تبقى فيه امور تتذكر به، تبقى فيه شيء محسوس كيف قلت لك، من ياخذ حد عليه. ونظرا لملي كي كان الباديه دائما على جناحي السفر بكثرة الترحال، قل انك لا يزقنا بهم خريف مرتين ما جاوا على يوسر من الارض، ومن يجي خريف اخر هم اللي راجعين نفس البلدان. بينما الزمان وان كان ياثر يغير، هو زمان تكرار عباره عن يوم وليله يوم وليله يوم وليله، وان كان بعض الفصول تجبرهم في الغنى مولي يذكر مراكاج كيف المشتى والله مصيفه والله يغير، غالبا المكان هو المسيطر في الغنى. فهناك المكان زميلة القطوطة راعيك عاقب نعمك ذاك ومليك، نعمك متعدل وهاليك حالتهم كانت مضبوطة. مريم العيون تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وأهلا، تفضلوا. ألو. معاك تفضلي. مداك نساك لكم على البرنامج، حتى وكنت نبقيك تعال قلت ورد الكعبة يمكن تقول حالا نسيت عنه بغيت اقول لك انا طيب، وهو كذلك ان شاء الله. لكن انا لكن زر التلفزه غردان شفنا برنامج زرنا في ذاك الوقت. شكرا جزيلا، يعطيك العافيه. ايوه شكرا. هو قال يا زميله القطوطه راعيك عاقب نعمك ذاك ومليك، نعمك متعدل واهاليك حالتهم كانت مضبوطه. غير عليان المغليك انت يا زميله القطوطه موطه شفت منها في عطيب، تتمشى توطى ما توطى عندها البيطات في الكسيب عندك يا زميلة القطوطة. فوقتها كان اذكر المكان واذكر الزمان، وهذا المكان اللي هو اهتم به حتى قال عنه ناعم ومليان ملمه ومليان من ذا كامل. غير في الاخير اذكر الطرف اذكر راسه اللي هي المغليك علية، فهو الشاعر. ثم اذكر اللي منها في عطيب اللي هي الطرف الثاني، ثم اذكر السبب اللي غلى عليه هذا المكان اللي هو توطى ما توطى، اللي حالة شافة غلات على المكان. فاكتملت العناصر الخمسة فعاد هذا أولى به الغزل من النسيب، وإن كان ما في بعد شيء ما هو لا شيء مطابق. غير هو الغزل نوعين، غزل متكايس وغزل شوي خارج على الطابق شوي. هذا من الغزل المتكايس جدا اللي قريب جدا من النسيب. منين سيذكر الأربع أمور يعود قلت لك عنه تنازع بين الغزل والنسيب، ومنين يذكر الثلاث أمور يعود نسيب خالص. إحنا بدأنا في ثلث طلع بذل تطلع وقلنا عن بينهم ذم ولاهما منات عم، وقلنا عن هؤلاء طلع الثلاثاية انهم يجابروا في الثلاثة وانهم يترقوا في الثلاثة وانهم يشاهوا في الثلاثة. عابدين من وقشو تفضل. السلام عليكم. مرحبا وسهلا عابدين، مرحبا. ايش حالك يا لبس؟ ما شاء الله الحمد لله. يا الخير. اهلا بيك. الو. معاك تفضل. عابدين مشى. عابدين يسول عن عابدين منين؟ ايوه طيب. يلا نشوف طلع الثلاثايه ونشوف هذا اللي قلنا عنهم، قلنا عنهم بينهم دم ولا هم نات عم. بينهم دم تنقال في التقفيه اصلا، حد يقاف في حد والله زاد يقول عنه يشابه لفلان، انه في قافة فلان انه في دم فلان. وما تي فعلا بينهم دم. من يسمعهم حد يشك عنهم، واحدة منهم قاضى من الأخرى الله أنهما غيرهم في الحقيقة هم اللي بينهم قدر من التمايز لا يشوفوه. هذا اللي بينهم دم قريب من اللي يقولوا له العربي يقولوا له التناص، وإن كان هم بينهم هو تناص معنوي إنما تناص لفظي لعاد هذا المصطلح صالح عند النقد، لأنهم أساسا الكلمات اللي وتزنت بهم نفس الكلمات. فهم يجابروا في ثلاثة، يجابروا في كلمة الروي وليس في التزام ما لا يلزم لي والخولان فقط، وإنما نفس الكلمات اللي وتزنوا بهم وتزنوا بهم كاملين اللي هي النخلة وخلة وما يخلة والخلة، هاو الكلمات الأربعة وتزنوا بهم الطلع والقيفان كاملين غير بالتباديل. يجابروا عنهم كلهم طالعة وقاف اللي هي ستة زايد أربعة
طلع من 6 فلواتن وقاها من 4 فلواتن مع 10 فلواتن. يجاب له ايضا في البناء الفني تقريبا عنهم النتيجه، النتيجه اللي مبني عليها الكلام دائما تجبرها في المقطع الاخير من التافلت التاليه من القاف، تجبر مثلا من الخله، ما هو جايبها من الخله، وتجبر ما يخله، وتجبر غير الخلق اخله. فهذه الكلمات الثلاثه من البناء الفني هي النتيجه دائما اللي مجابر فيها. هذه ثلاث تقاطعات يتقاطعوا فيهم هذا الطلع. يختلفوا في ثلاث عناصر اخرى اللي هي اصحاب الطلع واللي هي الاماكن الاغراض. اصحاب الطلع يطلع الاولى لمحمد احمد يورا، والطلعه الثانيه للحبوت، والطلعه الثالثه قيل انها للسعيد عبد الجليل وربما عاطيه المعنى بها اللي ذكر ذيك القبيله فيها، وقيل انها الول البليلي وربما ملي من لما بعد، وقيل ان الحد اخر. المهم طلع الثنتين معروفين، وهي الثالثه فيها خلاف قط في سمع زياده ثلاثه والله ذاك. فاصحاب الطلع مختلفين، الاماكن تختلف لان الاماكن اللي في طلعه احمد يورا اللي عنهم اقرب هما لشمام وذوك الزر، والاماكن اللي في طلعه والحبت ذوك واضح في منظهر شنقيطي وانتين وكسر نخله هذو دون اله اللي هما اله في القبله منهم. فالاماكن تختلف، الاغراض هما اللي تختلف، وهذه هي الزرقه اللي عيني عليها. عن بعض الناس يحكي ايش كامل اذكر في موضع والله موضعين والله مواضع، يحكوا على اساس انه نسيب بدون النظر الى المغزى من ذكر هذه المواضع. المواضع يا تذكر قلت لك عنهم وتعد العلاقه بهم، ما هي العلاقه اللي تدي للنسيب؟ تعد علاقه تدي قلت لك عنها ربما الاعتبار والموعظه من هذه المواضع اللي كانوا عامرين وخلاو مثلا، ربما لانه يختاروا الشاعر يقول عن هذا الموضع حد مشى من عنده يجي ذاك الموضع ويجي ذاك الموضع الاخر، فهو يرسم خريطه وتوف ما فيه ما يوحي عن هذا المواضع انه عنده معهم علاقه خاصه. ربما في ارتباطات اخرى بالمواضع، ما هي الارتباط اللي يؤدي للنسيب؟ فليس كل طلعه اذكر فيها موضع ولا موضع ولا ثلاثه تعتبر نسيبا. لا يشوفوا امثله مثلا تطبيقيه على القلب. والأحمد يورا قال من شوفت وانا مارق خام النخلة بالسيف في الغمام ذو الايام اللي اخذت ايام من شوف النخلة ما نخلة. احنا عندنا خمس عناصر وقلنا عن ميت وافد توفر منهم ثلاثة تعتبر قصيدة تعتبر طلعة نسيب. من شوفت وانا مارق خام النخلة، هذا مكان نخلة، بالسيف في الغمام ذو الايام زمان اللي اخذت ايام من شوف النخلة ما نخلة. مصطفى الله مصطفى تفضل، مصطفى تفضل. ايوه انا نصنت له. مرحبا بك. مرحبا. ايوه راك بدرباني. والله تفضل. قلت له. ايه. اولا بعد يلا تم تحجم معلم جاي للمدايع. انتم؟ تم تحجم معلم السباط حق جاي للمدايع تم يحجم. ايه. تم يحجم المدايع حق جام قاعد انا مسكر. ايه ديارات زين والله الا حق. احسنت. يلا تم تحجم. احسنت والله الا حق. ما سميتوا الليله؟ شنو؟ هل كيف المدير اصلا في الدار ما سميته؟ ايوه شنو قولوا لي؟ شنو قالوا المنسف والمذبح؟ صحيح. قال صاحبه دخل الصاحب ولاد. صحيح. لكن من علامات الدار. والله. قال صاحبه دخل الصاحب وتعرف عاشه. قال جاني غريب يردح. جاني غريب يردح تقبع عوينات ويتفاجئ. والله هذا نختاره عنده من المذبح ورماد ومذبح ونسافر. الله اكبر. هو مغيب. جاني غريب يردح. جاني غريب يردح زغب عوينات ويتفاز نختاروا عند من الملبح ورماد ومدبغ ونتاز. الله. زين حتى. اذا شكرا. اذا هاي اضافه قيمه. سؤال من فضلك. والله. دور سؤال ولا عندك سؤال؟ انت تبان اخباري في الحسانيه، خالك شي قالوا عظم الدار. هذا السؤال تو كان نحاوله. عظم الدار ما راك تعرفه. حتى. قول لي امور اخرى تسمى. عظم الدار اذا بقى في السياح. ايوه امور اخرى تسمى ايضا على العظم، ما هي عظم الدار؟ عظم ايش؟ خالق عظم الدار، خالق عظم السماي. ماشي ايوه. ولك فاهم. ها خالد بعض عظم الكدية هذا. عظم الكدية نعم. عظم من قال له والله قريب من حق بعد. ايوه. مالك سمعته؟
الله وخالق عوام كم يقفتوا له ها خالقين غادي في عوام نقدر نقول لك خالق حد ناس في عوام هم اللي كيفك انت يعطيك يعطيك العافية ايوه زين حتى هم حد هم اللي طرح لي السؤال قبل اللي يسوي لك عنه اه لا يا حد هون ياسر اخباره يا ابو درباني ها قال لي عنك كان ثلاثة كثيرين والله تركيك واحد ماسي ما تمكنت من قلت له قال لي هون حد مشاء باطل شغل سوى اللي قال يقول بدل ما كان ثلاثة كثيرين والله واحد ايوه شكرا جزيلا يعطيك العافية شكرا اتصال إذا كيف قال كيف أضاف فعلا يبقى ياسر في الدار من هاي الأمور اللي ذكر هو تبقى دائما تعطي فتره من الزمن هي ما 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 بلات وبالتالي ياخذ حد من فمه لا يشوفه ولا يذكر به عن هاي الدار كذا الفلانيه. اذا قلت لك عن اذكر ولحمد ورا اذكر طلعته المكان واذكر الزمان واذكر راسه لانه قال غير اظري لو شفت بهنضام شفت بهنضام مع شوف النخله نخله فاذكر راسه. ذاك الوكر العزوز ظنيت لهم الشوري ما يخلو جاي من جيت بوليت ولا جاي من الخليق ما اذكر شوخر. يا غير أذكرنا في 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 القاف ما يفيد بأن علاقته بهذا المكان له أن علاقة خاصة وهذا هو لو دوله إحنا مهم عندنا ما هو علاقة الإنسان ما هو أنك عندك ارتباط بمكان معين لابد من نعرف ارتباطك بهذا المكان يكانوا علاقة خاصة والله يكانوا ارتباطه في حب الوطن مولاي بن وكشو تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بدر بالك ايش حالك؟ اهلا بيك ما شاء الله. مرحبا مولاي. خالد طلع عندك فيه قد سمعتها عندك مختلف نسمع هذه زي الحوت وزي اشياء كيف. يا ولد نخبطوا جنب ان شاء الله ولا نعقب نحكوا لك. احنا الليله في جنب الكحله. ايوه شكرا جزيلا. اذا انا وقف ندار اتصالات اللي كان ينقبض كان نعطي نشرح هاي الفكره. اذا قلت لك عن احمد ورا اذكر هذا اذكر المكان واذكر الزمان واذكر راسه واذكر انه في القاف ما يفيد بعن ارتباط بهذا المكان ارتباط خاص اللي هي العز واذكر انه اكل وكر العز وظنيت الهم الشوري ما يخلى هذا يفيد انه عنده ارتباط خاص بهذا المكان لهم وجايبه من جيت بوليت ولا جايبه من الخلا وراه لانصانه من هذا المواضع اللي هم الفرنسي عجيب احنا من الاول قال لنا ذكرنا النخله وتوصف يوصف لين شكينا عن ارتباطه ولا بالنخله وراه عدل ايضا هون فصل بين المضاف والمضاف اليه ما يزرق هو الفصل بين المضاف والمضاف اليه بين المترابطين ما يرتوي يخلق ما هو الى عاد يجي معنى جديد الى عاد لا لضروره الوزن يعود عيب في الغنى هو قال من شوفت وانا مارق خام النخله من شوفت النخله وانا مارق خام وانا مارق خام هاي جمله حاليه هذا واو الحالي من شوفت النخلة وأنا مارك خام أوكي الفصل هم بين المضاف والمضاف إليه جاب لنا معنى جديد وهو أنه هو مارك خام هو خام ما يمتراك مرة واحدة حد مثلا راك بالبل لا يحتاج أنه يقطع كيلة اثنين ثلاثة إياك يورق بالمكان وهذا يقبض وقت وهو كأنه استعجاله لشوفان النخلة هذه يخرص لها مزال من بعيد ويتاوق لها من شوفت وأنا مارك خام النخلة فسبق رؤية النخلة اللي مروق الخام غير داخل الحدث هو الحدث يعود حدثين في وقت واحد من انت تشرحهم من تقول مثلا خطيت عليه وخبطته هم يجيبوا الاولى كان الخطيه والله الخبطه من تقول خبطته وخطيت عليه والله خطيت عليه وخبطته تقول معناك عدلت بالثيف ولد واحده ما تقدر تقولها ما هو الى اللي داخل الحدثين فهون عدلت شنو قالوا المداخله داخل الحدث حدث من شوفت وانا مارك خام النخله اذا هو لا يختار يشوف النخله ومتاوق لها ويختار يشوفها غير ما فات وضاحت تماما لانه قال بالسيف في الغمام فهي تاكد ايضا هذا المعنى من شوفت وانا مارق خام النخله بالسيف الاغمام ذول ايام لاخذت ايام يشوف النخله ما نخله هذول الايام اللي اعطى يشوف النخله زقنا بها يخرصها يتراعي فيها قال شكينا عن النخله هي كل شيء قال لنا غير اظري لو شفت بهنضام مع شوف النخله نخله قاس بينا بهنضام وقال عنه قاع طمم النخله تقدم بينا مالي لين جابنا البوليت قالنا عن قاع بهنضام ذا الجايب جايب ولا بوليت ولا هو جايبه من النخله عنه بوليت هو طمم ذا كامل فالنخلة طمنها بهنضام بهنضام طمنه بوليت هذا الانتقال هي اللي ما كان وحده ما تعرف لو كان يبغي المكان لمكان اللي بلو يعود يبغيه توف ما ينتقل عزه من مكان لمكان هذا العز اللي ينتقل من مكان إلى مكان إلى مكان يفيد بعن هناك أحد ينتقل هو اللي ينتقل معاه هذا العز
فهذا فيه اشاره خفيه للطرف الثاني اللي لم يذكر. فهمت معايا؟ اذا هذا بالنسبه لطلعته والاحمد يرى فيه اكثر من ذي غير الوقت. اذا نقيسوا طلعته الحبط قال ظهر شنقيطي قد البير مذكور خلاه وفيه خير ويقدم الحيه ويقدم الحيه والجير ياخله ويقدم النخله ياخله ولد ادم يا غير جميع لاحق من دخله ما ياخله بعد من دولات سلمى في الجير والنخله وهو تواد وساق ما فات خله من هذا ما ياخله. وذكرنا المكان اللي هو ظهر شنقيطي قد البير وذكرنا الزمان اللي هو مذكور خلاه مذكور تفيد الزمن. وانا قلت دائما حضور المكان اكثر هو واكثر ارتباط الناس به من ارتباطهم بالزمن. ايوه اذكرنا راسه اللي هو مضمر قاع هون هاك يا غير قال ويقدم الحي غير قال وظهر شنقيطي قد البير مذكور خلاه وفيها خير وفيها خير هذا جاي منه هو وفيها معنى التأسف وفيها معنى وتعرف الناس دائما تسلم بالقضاء والقدر فيها خير يغير تحمل معنى التأسف. ويقدم الحي والجير يا خلو يقدم النخله يا خلو ولد ادم يغير هو هون ذكرنا شو اخر ذكرنا دويرات سلمى وهي كانت سلمى هذه ذكرت يغير ذكرت كمضاف الى ما قبله هي فقط نذكر الدويرات ونضافوا لها هي حتى عاد كنت تشك مثلا على الدويرات دويرات سلمى وتو يعود موضع قاع ولا كان سلمى معنيين لله الدويرات. وما اذا ذكرنا المكان والزمان وذكر راسه وذكر سلمى يغير ما ذكرنا ذاك المغلي هذا الماضي فعادوا عندنا اربع عناصر هذا ما يشكلوا الغزل وإن كانت ذكرى سلمى غير هم اللي خرجوا شوي عن إطار النسيب. بعض الناس اعتبرها غزل لأن ذكرت فيها سلمى وبعض الناس اعتبرها نسيب وأنا ظهر لي عن نسميها النسيب الطار حيدوا على الغزل. طلع الأخيرة يقول عرفت اليوم من المصير الفناء من عدل البصير اللي جيت مخوشة من العصير انتين وقصير النخلة واللي شفت انتين وقصير النخلة من الأغلال الخلة وأنا نعرف الأغلال زمان انتين وإن ما يخلى وقصير النخلة من مكان ما يخلى غير الخلق أخلة. هاي الطلعة تتميز عن طلعتين الأخرات بشوخر. هو ذكر المكان اللي هو قصير النخلة وانتينو وذكر الزمان انه جيت مخوشة من العصير وذكر راسه بهلو عرفت هاي التاء دال عليه هو غير ذكرنا شو اخر ما كان ما هو عادة ينذكر في طلع النسيب وذكرنا قبيلة وما مهم قبيلة مهم ان هذا المكان كان معمورا بشي من الناس وهذا الناس كانوا اصلا عامرين هذا المكان له فترة طويلة من الزمن ولا كان يخلو من وجود هذا الناس اللي هما ثم بقى خلاء ومشاو عنه هذو الناس. فالإطار العام للطلعة يوحي عنها يارتها تعود من نوع من الغنى ينقال له الاعتبار ينقال له الوعظ ينقال له التدبر في أمور الدنيا وعنها ماشية وعنها ثانية وهذا موجود ياسر منه في الغنى وهو غرض شريف ونبيل ولا يقدر يكون إجبار في الحسانية ما نقدر كل شيء يذكره الماضي نسموه نسيب. النسيب خالق غير مولي خالق الاعتبار بالأماكن وخالق الاعتبار بالزمن خارج اعتبار بالدنيا وياسر عند المغنيين خصوصا من يلحق احد منهم مرحله معينه من العمر يرجع على راسه يرجع على الاعتبار بالدنيا. فهذه الطلعه تعتبر من الاعتبار من الوعظ من التوحيد ولا تعتبر من النسيب غير هذا ما هو ضارها ولا هو شق طالها ما لقنا عن طلعه ما هي من النسيب ما معناها عن قلعناها من درجه هي درجه ممتازه في التصوير ممتازه في السبك ممتازه في اختيار الكلمات ممتازه في لغتها ممتازه في كامله ولا مخصر على شيء لا قلعنا ما هي نسيب. انا نظر لعنا نسيب يلي ما شفت شيء يوحي بارتباط خاص للشاعر بهذه المكان وانما هو يتحدث عن قبيلته ربما اللي هو كيف حد يتحدث عن دولته عن وطنه عن هذا المكان اللي كان عامرا باهله ثم امسى خلاء وامسى اهله احتملوا. فبالتالي هذا الارتباط الله لعنه ارتباط ما يؤدي للنسيب كيف مثلا لا قلنا كيف قولت وللقصري نعرف بناية كانت هون دهر بعيد ومن هون ودون لا عادة باطش جربون وعقد عادتهم بسكاية وفرق هذا كامل يكون جدير ونبتة صدراية ما هي بناية باط الله يقطع بالدنيا خلاية مع ودلامته والتنزاح عقوبتهم رد رواية. ارتباط بهذه البناية يقد يعود وللقصري هون يقد يعود ارتباط بهذه البناية ارتباط خاص يغير أنا ما شفت بعد فيها ارتباط خاص وإذا ما شفت فيها الوعظ والتذكر وعنه التأمل في الدنيا والتأمل في الحياة وعنها تختلف عن الدنيا ما هي شيء وهذا النوع من الوعظ هذا النوع قلتك عنه غرض اللي قاله غرض الاعتبار اللي هو أخذ الموعظة وأخذ العبرة من تحولات الدنيا وتقلباتها. أيها السادة والسيدات أول جاب طرق الشبكة فشكرا لكم على الاتصال شكرا لكم على المتابعة وإلى حلقة جاية إن شاء الله أودعناكم مولانا.